صلاتكم ايه يا دكتور بوزارة القوى العاملة؟ صلة وثيقة جدا، لأنه في نهاية الأمر لما احنا بنشتغل مع وزارة القوى العاملة، سواء كان في عمليات التوظيف المباشر أو في تصدير العمالة بتاعنا، وده هدف رئيسي حاليا موجود في الوزارة، وإحنا مشتركين مع وزارة القوى العاملة، وزارة الهجرة، ووزارة التعاون الدولي في توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الدول اللي عندها عجز شديد في العمالة. عندنا ألمانيا محتاجة، إيطاليا، وطبعا مش هنغفل السوق العربي. وحاليا الخريجين الجداد اللي أنا بقول لحضرتك إن هم هيتخرجوا بعد سنة وسنتين قادمتين، هيكونوا عندهم أو بيحققوا الكرايتيريا اللي مطلوبة في كل هذه الدول. واحنا كمان بنعمل بروتوكولات تعاون مع الجانب الفنلندي والجانب الالماني للتدريب والايطالي. لا، انا يهمني للعمل. يهمني الاول ان هو يعمل اكريديتيشن، اعتماد لشهاده الطالب، يعني الطالب بتاعي لما يتخرج من نوعيه معينه من المدارس يستطيع الالتحاق مباشره بسوق العمل الاوروبي، وبالتالي طبعا سوق العمل الخليجي.